الحمد لله، بداية مهمة لينا. كنا مركزين وعارفين قيمة الفريق اللي احنا بنلعبه من أول ما احنا جينا هنا، مركزين عارفين احنا هنلاعب مين. اتكلمنا ان اي حد لازم يشارك لازم يكون على قد المسؤولية. الحمد لله ربنا كرمنا من أول دقيقة كنا ضاغطين عليهم، فالحمد لله ربنا كرمنا، تعبنا وربنا وفقنا يعني الحمد لله. في الأول وفي الآخر أنا بتمرن كويس، بديت موسم برضه بشكل كويس وكنت بشارك دايما، فالحمد لله يعني أنا بتمرن كويس وعارف إن أنا في وقت من الأوقات هكون موجود. بس ففي الأول وفي الآخر أي لعيب موجود هنا بيبقى عامل حسابه إن هو لازم هيلعب، وبيبقى مركز إن هو أكن بادئ، محدش عارف مين اللي هيلعب ومين اللي مش هيلعب، فكله بيبقى عارف ومحضر نفسه للماتش. فده اللي احنا بنقدر نعمله يعني الحمد لله وربنا كرمنا. احنا متابعين كويس قوي وعارفين كان ايه اللي بيحصل بره. كان كمان في المحاضره النهارده مستر الكوره عرض لنا فيديو ملخص اللي كان بيحصل، فانا دايما متعودين ما تستفزش الاهلي عشان رده دايما بيبقى رخم شويه. في الاول وفي الاخر احنا 11 لعيب كلنا بنكمل بعض، اكيد كان لنا دور مهم النهارده في موضوع الضغط من قدام، لكن الحمد لله ربنا وفقنا النهارده. كلنا كنا قريبين من بعض، كنا تيم واحد، وده كان سبب من اسباب ان احنا من اول دقيقه لاخر دقيقه احنا ماسكين نفسنا. فالحمد لله يعني مبروك للعيبه، كانت رجاله النهارده، احنا كلنا واحد. وزي ما قلت لك مروان برضه الفتره اللي فاتت كانت صعبه بالنسبه له، ربنا النهارده عوضه وكرمه، فببارك له وببارك للعيبه وللجماهير ومجلس الاداره. ودي بدايه، احنا لسه عندنا ماتش جاي وهدفنا في الاول وفي الاخر البطوله، يعني ده مجرد بدايه بالنسبه لنا. انا ومروان قريبين من بعض وكلنا واحد، فببارك له تاني وربنا يكرمه ان شاء الله من نجاح لنجاح، والفتره اللي جايه باذن الله تكون كويسه علينا كلنا ان شاء الله. جمهور النادي الاهلي انا بش يعني مش عارف، في كلام كتير جوه عايز اقوله، لكن النهارده ديك شايف احنا النهارده في بلد مش بلدنا، واديك شايف الجمهور عامل ازاي، وده اسمه جمهور النادي الاهلي غير اللي احنا بنشوفه. فربنا يكرمهم ودايما في ظهرنا، بشكرهم بجد، وربنا يكرمنا باذن الله ونكون عند حسن ظنهم ويكرمنا الفتره اللي جايه ونحقق لهم كل نفسهم فيه، وهم دايما في ظهرنا جمهور النادي الاهلي الحقيقي. خلاص احنا من النهارده هنبدا نقفل موضوع الاتحاد هارد لك اليوم طبعا، فبس من بكره نبدا نستعد كويس اول نص النهائي. في الاول وفي الاخر هدفنا نوصل لابعد حاجه في البطوله دي ان شاء الله.